السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله. بعد الحمد لله، بعد ما تحدثنا عن طريقة إيجاد معادلة المجموعة من النقاط سواء بالكوماند السريع بالماتلاب بوليفيت أو بالطريقة الطبيعية كرياضة عددية، النهاردة هنتكلم بإذن الله عن لدينا مجموعة من النقاط عشوائية لا تمثل أي معادلة، وسأردنا أن نعمل تمثيل معادلة لها هيجيب متوسط، مش هيجيب الأرقام الفعلية. فعشان نحل المشكلة دي اخترعوا طريقة اسمها الانتربوليشن. الانتربوليشن انا مش عارف اسمها ايه بالعربي، ايقاد القيم الداخلية بين نقطتين. بمعنى بسم الله الرحمن الرحيم، لدينا معادلات ال x، بس لنقل مثلا ان لدينا x لين سبيس من سالب باي الى باي، ولنقل مثلا 5 نقاط y sin x، اسف y يساوي sin x root x y. لنقل مثلا أن هذه معادلة معانا، هذه المعادلة هي معادلة تكسيرية ل10 نقاط تتراوح من السالب باي إلى الموجب باي. بسم الله الرحمن الرحيم، بحيث أنه يريد عمل رسمة ساين ويف، لكن هذه الرسمة كما هو ظاهر ليست مستقيمة، وليس الشكل بتاعها، بل تعاني من تكسرات خارجية كما ترون، ليست سموث، ليست ناعمة الحركة، في حين أن الرسمات الأخرى لو عمل رسمة سموث من الساين ويف نصل إلى هذه الدرجة. هذه رسمة سموث، أي نعم فيها تكسرات كل عندما تزيد النسبة، عندما تزيد الفرق ما بين كل قيمتين يزيد التنعيم. بمعنى أدق، عندما نزيد المسافة ما بين 1 من 100 لنشعر مثلا، عندما نصغر تلك القيمة ولنشعر مثلا 1 من 1000، 1 من 10 آلاف، يزيد مدى التنعيم ويزيد استهلاك الماتلاب للذاكرة. هناك حدود للماتلاب، الأمر نعود مجددا إلى الأمر. نعم هناك تكسيرات، ولكن تكسيرات شبه مقبولة، لأنه عندما نقرب للغاية لكي نعرف مدى التكسير نجد أننا نصل إلى مرحلة من التكسير في الطرق من الطرق الرابع واحد في علامة واحد بعد 4 علامات عشرية على الأقل، فلهذا تعتبر مقبولة. لكن الرسمة السابقة بلوت إكس وواي ليست مقبولة، لكن هيكون هنعمل عليها. لنقل مثلا أن على سير الرسمة من دون إيكات معادلة، أريد أن أعرف تلك
القيمة. لهذا سوف نستخدم تالت الـ Interpolation 1. هناك فرق ما بين تالت Interpolation 1 و Interpolation 2. Interpolation 2 تستخدم في رسومات 3 Dimension، حيث أن الـ F الدالة تالة في X و Y، لكن في هذه الدالة نحن تالة في الـ X فقط. أشهر تالة في X، فنستخدم Interpolation 1. ما شروط Interpolation 1؟ أول شيء الـ X والـ Y الخاصين بالمعادلة التي سنأتي من عليها الـ Interpolation. آسف أنا الكلام هكذا. نرجع بعد. أول حاجة الـ X والـ Y بتوع الـ Interpolation، أو الرسمة اللي إحنا هنتعامل معاها، اللي هما القيم اللي رسمنا بيهم. نحن حفظنا تلك القيم قبل كده، حفظنا تلك القيم سابقا في مصفوفة X مصفوفة Y. من هذه القيم أريد أن أوجد قيم داخلية ما بينهم. أنا مثلا إذا كنت بعمل إي بعمل مصفوفة X، أكتشف أنها سالب باي إلى موجب باي مع بعض العلامات كسرية. لنقل مثلا أريد أن أعرف واي عند قيمة 3، أريد أن أعرف واي عند قيمة وليكن مثلا 2، واي عند قيمة 1.5، واي عند قيمة 1. هذه القيم أنا لا أستطيع معرفتها، ولهذا خلق الانتربوليشن، إيكاد القيم ما بين قيم وسطية، إيكاد القيم الوسطية ما بين النقطتين. أول شيء فلنقل مثلا واي إكس انتربوليشن 1. أول شيء ندخل قيم الإكس والواي اللتين الأساسيتين، والتي من خلالهما سوف نفعل الانتربوليشن، ثم قيم الإكس كيو أو القيم التي أحتاج عليها منها الانتربوليشن، وليكن مثلا سالب 4 بزيادة نصف إلى 4، ونفعل ونرسم البلوت إكس. سوف قبل أن أتكلم عن أتحدث عن الرسم، أنا بدأت من سالب 4 وانهيت بموجب 4. عندما نصل إلى الرسم نكتشف شيئا واحدا، أين سالب 4؟ لا يوجد. أين موجب 4؟ لا يوجد. إذن الانتربوليشن في تلك الوضعية وفي تلك الوضعية فقط لا يأتي بخارج الحدود، بمعنى أدق عندما أضغط على الواي إكس اكتشف ان القيم التي خارج الحدود عوض عليها بقيمة نان، اي غير موجودة، ونفس الامر هنا. لكن لحل تلك المشكلة سوف نتحدث عليها في خلال هذا الدرس بإذن الله. اذا هو ادب تلك القيم الوسيطة ما بين قيمتين، وليس البعض يسأل كيف علمنا ان هذه القيم الوسيطة، لماذا ليس القيم بسبب هذا الاتجاه. لنكبر، حيث الكسر يدل على أن هناك سببا ومسببا. إذا كان هناك نقطة هنا، نقطة هنا لكي يصل إلى تلك النقطة، ومن ثم يخير اتجاهه مجددا. إذا هذا يدل على وجود نقطة، فهو أتى بالنقطة التي قبلها، والنقطة النهائية أتى بالنقطة بعدها، وهكذا. كلام حلو لحد دلوقتي. ماذا عن، فلنفتح صفحة الهيلب بتاعة الانتر.
من الطرق المساعدة نكتشف أن هناك شيئين، الميثود والإكسترابوليشن. أول شيء الميثود، عندما تضغط على الميثود، مش هنا، أضغط على الميثود، هناك عدة طرق. أغلبنا أو ما يدرس لنا هو طريقة اللينير. هناك طريقة النيرست، البي سي، البي شيب أو كيوبيك. أما الفيرشن 5 كيوبيك هو كيوبيك كونفليوشن، طريقة كيوبيك كونفليوشن كانت موجودة في نسخة ماتلاب 5. وهناك طريقة الاسبلاين. عن نفسي أنا سوف أشرح تلك الطريقة اللينير، لأني لم أدخل في التفاصيل بتاعة الانتربوليشن بشكل قوي. أغلب تعاملاتي كانت مع اللينير، وهي الطريقة المعتادة. الديفولت خاصتنا هو اللينير. إذن ماذا أيضا؟ أحتاج أن أتحدث عن الإكسترابوليشن. الإكسترابوليشن هو شيء من اثنين، يا إما أن يعرف بهكذا، يا إما أن يعرف برقم. إذن ما الفرق ما بين أن يعرف هكذا وما الفرق بين أن يعرف برقم؟ تعال نشرحها بمثال. لنقول لدينا أن yx2 بيساوي enter x y ولنقل مثلا linear ونعمل extrapolation. ثم سنعيد الرسم تلك النقاط، ولكن بدل أن تكون y x هتكون y x 2. نلاحظ هنا أنه قام برسم بإيجاد القيم التي كانت خارج الحدود عن طريق بعد إضافة الإكسترابوليشن كما هو ملاحظ. حلو قوي الكلام ده. لكن إذا شغلنا الإكسترابوليشن وليكن مثلا رقما، وليكن مثلا صفر، نكتشف أن الأرقام، أن ما خارج الحدود أصبح قيمته بقيمة الرقم الذي تمت إضافته. وهو الصفر. لنشعر مثلا بديلا عن الصفر وليكن مثلا سالب واحد. أصبح بالأسفل. إذن الانتربوليشن أو الإكسترابوليشن عندما تشعله عندما تكتبه كاسترينج إكستراب سيأتي هو بالمعادلة ويقوم بالتعويض على القيم خارج الحدود طبقا لقوانين الإكسترابوليشن. لنقل والآن إلى مشكلة الانتربوليشن. نقول أن لدينا مصفوفة أحادية الحالة الطبيعية لن نشرط أي شيء لأنها نقطة، لأن كل ما رسمناه هو نقطة من واحد واثنين واحد واثنين واحد واثنين. أوكي آسف،
العكس. لدينا معادلة خط مستقيم قيمته بواحد مهما اختلف قيم الاكس. لنقل مثلا اننا نريد ايكاد قيمة ما عند وليكن الرقم 4، يعني تعطلت معايا. ثانية لحظة.